السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوريكم الحمام بتاعي. دي زغاريل، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ودي زغللهم، الوقفة دي زغلولة اللي هي أمها بدها، دي زغلولة التانية أختها اللي هي دي. اللي عايز اكلم حضراتكم فيه اللي هو الدواء ده، ده مضاد سموم وبيعالج الكوليستيريا، لاني يعني كان الحمام كان بيعاني من مشكلة الاسهال الاخضر. الاسهال الاخضر مشكلة صعبة جدا، تاخد وقت في العلاج. لما سألت الدكتور البيطري قال لي اداني الدواء ده وقال لي امشي عليه كل شهر يومين سنتي في لتر مية. ومن يوم ما عملت كده بسم الله ما شاء الله جاب نتيجة حلوة جميلة، والحمام زي ما حضراتكم شفتم بقى صحته حلوة. وزن الزغلول، وزن الزغلول ما شاء الله كامل ما شاء الله في الإيد. بسم الله ما شاء الله ايدي مش عارف امسكه بايد واحده. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا لما كان بيعملوا الاسهال الاخضر كان الزغلول رفيع والبيض بيقل، كان يبيض بيضه واحده والبيضه تطلع فاضيه ومشاكل كتير قوي. لكن الحمد لله من يوم ما عطيت الدواء ده وفي تحسن كبير والإنتاج زايد. يعني الأمهات دول أمهم وأبوهم بيفرشهم هنا أهو، أهو فرشتهم الجديدة أهي، بيجهزهم لعش جديد. وفيه اللي هنا اللي بايض برضو هنا نايم اهو، شايفين اهو. وفيه دول مربيين، التلات زغاليل دول متربيين مع بعض. كنت
يعني زغلول مش قد زغلول، كان صغير في الحجم عن أخوه، فجبته حطيته مع دول كانوا نفس مقاسهم، فتربوا مع بعض وأكلوهم وزقوهم وتمام الحمد لله. ودول بيجهزوا برضو العش أهو، يفرشهم. ودول اللي زي ما قلنا لحضراتكم بيضين اهو، اللي هم ماهم لسه زغليلهم، دي بيضة برضو اهي، نيم على بيض وزغلولها، ده اللي هو اهو الابيض ده. وان شاء الله الفيديو القادم اوزن جوز زغليل واقول لكم طلع وزنه قد ايه، علشان تعرفهم قد ايه العلاج والرعاية بالحمام تجيب نتيجة. وربنا يوفق الجميع، ومن فضلكم اعملوا اشتراك في القناة علشان يوصل لكم الفيديوهات اللي هنعملها القادمة ان شاء الله. شكرا لكم.